كلمة أساسية تنطلق منها زين. أهلاً وسهلاً بكم في العالم الجميل، عدد جديد يحمل في طياته العديد من الأخبار. الإنسان هو أساس التنمية والتطور، مهمة بناء الأجيال القادمة تلقى اهتماماً خاصاً من زين ونهجاً اختطته وتسير عليه منذ انطلاقتها. نتابع معاً توزيع زي المدرسي في ولاية كسلا وولايتي غرب وجنوب كردفان. أطلقت زين مشروع الزي المدرسي في العام 2011، وفرت عبره حتى الآن أكثر من 135 ألف لبسة. يغطي المشروع معظم ولاية السودان بتكلفة بلغت 10,015,000 جنيه. بجانب الزي المدرسي تم توزيع المعينات المدرسية والتي تتمثل في الأقلام والكراسات على مدارس مختلفة. استفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 555 ألف طالب وطالبة. الولايات المستهدفة في العام 2016 الخرطوم، كسلا، جنوب وغرب كردفان وجنوب دارفور. في كسلا الوريفة كان الموعد مع الإنجاز. عند التاكا وقفات مع التاريخ. هنا تجدد زين عهدها مع الناس. صناعة الفرح حرفة تتقنها زين. مشقة الطريق ترفع من درجة الإصرار. المكان مدرسة واد شريفي الأساسية بنات. الزمان موسم الفرح. الزي المدرسي هدية من زين لأبناء وبنات السودان. التعبير عن الفرحة يقطع حدود الدهشة، والتراث حاضر في المشهد. نودع كسلا ومشاهد لا تنسى. الحمد لله، يعني توفقنا في توزيع الزي المدرسي بولاية كسلا محلية واد شريفي، مدرسة الأساس ألف وباء. التيم المعنى ده كله يعني رغم الظروف الطبيعية ورغم المطر كلهم يعني ما شاء الله ما قصروا. إن شاء الله ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. الجميع كان في قلب الحدث. فخور جدا إنه شاف الفرحة في وجوه الأطفال الصغار والكبار، فكان يوم جميل ويوم سعيد، يعني رسمت الفرحة للصغير والكبير. الكاميرا وحدها تكمل لوحة الختام بتوقيع الروعة. امتدادا لمبادرات دعم التعليم التي تقودها الشركة السودانية للهاتف السيار زين في إطار مسؤوليتها المجتمعية، قامت الشركة بتوزيع الزي المدرسي ومستلزمات المدارس بولايتي جنوب وغرب كردفان بعد أن بدأت مشوارها في ولاية كسلا الأسبوع الماضي. وقال ممثل شركة زين صلاح محمد علي إن المحور الاجتماعي من أهم المحاور التي تعمل فيها الشركة، وطافت بهذا المشروع الذي بدأ في العام 2011 معظم ولايات السودان من أجل دعم العملية التعليمية. هذا محور من محاور مسؤولية زين المجتمعية اتجاه مجتمعنا، اللي هي كل مسؤوليتنا اتجاه المجتمع في التعليم والصحة والبيئة.
ورحبت ولاية جنوب كردفان بهذا الدعم الذي قدمته زين. وقال معتمد محلية كادوغلي ياسر كباشي إن زين جاءت بهذا الدعم وأهل كادوغلي يستبشرون بالسلام الذي سيعود بالاستقرار على كل الولاية. يهل علينا الكرماء الأجلاء شركة زين السودان بهذا الإغداق، بهذا الكرم الكبير وهذا الدعم المقنع، وفي شنو؟ في أهم قضية بالنسبة لنا في ولاية جنوب كردفان في المرحلة الجاية، قضية التعليم والتربية بولاية جنوب كردفان. وفي ولاية غرب كردفان أشادت نائب والي الولاية دكتور سمية عمار جابر بمبادرات زين وريادتها في مجالات العمل الاجتماعي، وقالت إن التعليم عملية متكاملة الأدوار لابد أن يشارك فيها المجتمع مع الأجهزة الرسمية حتى يثمر هذا الجهد. كل المبادرات الاجتماعية الكبيرة التي لها معاني متجذرة في المجتمع تأتي المبادرة من شركة زين. هذا وقدمت زين عبر مشروع مبادرات دعم التعليم أكثر من 135 ألف لبسة وعددا كبيرا من المستلزمات المدرسية الأخرى، استفاد منها أكثر من 555 ألف طالب وطالبة، وغطت معظم الولايات. وتستعد زين لإكمال المشروع في ولاية دارفور خلال الأيام المقبلة لتؤكد أن زين هي الراعي الأول للتعليم في السودان. ظلت زين تؤكد صدق شراكاتها مع المجتمع السوداني على اختلاف قطاعاته، وذلك بمشاركاتها ورعاياتها المتعددة وحضورها المميز في العديد من المحافل والمناسبات. كان لدي من منذ الصغر سؤال بتاع تغيير ورغبة في صناعة تغيير للسودان يعني. وكتابه الميزة الكبرى أنه يتيح هذا العلم لقوم ما سمعوا به كثيرا. هذا الكتاب يصب في أهم مشاكل المنطقة العربية والإسلامية الحالية المعاصرة. السودان إخواننا منذ القدم عرف بالعدل، حتى صلى الله عليه وسلم قال ملك لا يظلم عنده واحد. فكرة جديدة وفرصة لتحسين نظرتنا للمستقبل وتكوين وتنمية لجيل واعي وريادي. برنامج دعم شراكة ذكية تقودها زين نحو الغد الأجمل. دشنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتورة هاني عبدالله عطية برنامج تسريع الأعمال الناشئة، والذي يعتبر الأول من نوعه بالسودان وترعاه الشركة السودانية للهاتف السيار زين. وأشادت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور شركة زين في مجال رعاية الأعمال الناشئة ودعمها، وذلك من واقع المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات يدعم الناتج القومي بأكثر من 11%. نشكر أول حاجة شركة زين، فنحن حسبنا إنه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في الدخل القومي في جي دي بي بطريقة مباشرة ب4% وبطريقة غير مباشرة ب7%. نحن عندنا 11% من الناتج الإجمالي المحلي. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة زين الأستاذ إبراهيم أحمد الحسن أن التركيز على الشباب وتفجير طاقاتهم الخلاقة هو توجه استراتيجي لشركة زين، وأعلن عن تبني الشركة لهذه المشروعات وتقديم الدعم لها، وأشار إلى أن زين توفر فرص عمل كبيرة للشباب بمختلف تخصصاتهم. إن شاء الله نكون سند للسيدة الوزيرة في كل مشاريع الشباب، وسند لكل شاب وشابة
في كل مشروع من المشاريع. إلى ذلك قال المهندس أحمد البصيلي المشرف على برنامج تسريع الأعمال إن هذا البرنامج وجد دعما كبيرا من الجهات الرسمية وقطاعات المجتمع، وأشار إلى أن التقديم لهذه المشروعات سيستمر لمدة 10 أيام، ويتم بعدها انتخاب المشروعات التي سيتم تمويلها عبر المبادرة والجهات الراعية. برامج ريادة الأعمال تعتبر من البرامج الفاعلة في خلق فرص عمل للشباب، وتأتي رعاية زين لهذه البرامج من أجل تشجيع الابتكار ورفع قدرات الشباب في مختلف تخصصاتهم. فصل جديد من فقرة عين الكاميرا والعديد من الأخبار والمشاهد التي تظهر مدى اهتمام زين وانتمائها للمجتمع. صبره ودعمه وإحياؤه لهذه المسيرة، وهي مسيرة مش سهلة يعني. نحيي أيضا صبره في كل ما يلي وقوف الكويت الشقيقة مع السودان في جميع مسارات التنمية. تبقى في النهاية الذكريات الجميلة والمحبة، ويعني الفراق على محبة هو خير ما يعني الإنسان يختم في مهام عمله في أي بلد. تقود الحياة وزين ترعى الثقافة، هذه قاعدة متأصلة في عالم زين الجميل. برعاية كريمة من زين وبحضور عدد مقدر من الدستوريين وقادة العمل العام إلى جانب أهل الفن والثقافة، تم افتتاح سلسلة منتديات عطاء المدن بمركز راشد دياب للآداب والفنون، وانا عاوز صفقة للنهضة اللي بتحصل في كردفان شمال كردفان، والذي اختار هذه المرة مدينة الأبيض لمكانتها الكبيرة في نفوس السودانيين. الأمسية تخللتها العديد من الأشعار والأغاني التي مجدت مدينة الأبيض. حكت روعة المكان والزمان والإنسان. اكتملت تفاصيل هذا العدد من مجلة عالم جميل. حتى جديد الملتقى راسلونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، وأطيب التحايا لكم من زين السودان.